فلما أصحاب القرية جاءهم المرسلون اعتادني المجيء إلى ساحة الاعتصام والجلوس في هذه التشابيه لمقبرة شهداء الثورة وقرأت ما يتيسر من آيات القرآن الكريم، حيث تؤكد الفتيات أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه. يتحملن سير المسافات الطويلة والتحرر نوعا ما من قيود العرف الاجتماعي وإثبات أن المرأة تشارك بما استطاعت. وهنا طالبات الديوانية بمشاركة نساء أكبر منهن عمرا يجسدن لوحة الحزن والأسى. كل يوم جاي أجي وجاي أقرأ قرآن حتى نحيي ذكرى الشهداء. إحنا نجي نقرأ قرآن على مود نغير، وإحنا مسيرتنا للنبي محمد ومسيرة النبي محمد تغيير، وبدأ التغيير من نزل الوحي ونزلت آية القرآنية. أفضل شيء جاي نسوي إنه نحيي ذكرى الشهداء بقراءة القرآن. إحنا مسيرتنا تغيير، هم ميقلونا جداموا بالمدارس، إحنا أصلا مدرسين ما عندنا كتب، ما عندنا ما يجنطونا، حتى المدرس ما يقدر يلحق مادة، يعني هاي غير العطل اليومية. يعني هو من يقول لي تعال أنت داوم، صار إن إحنا بر 4 أسابيع ماكو دوام. زين انا من اريد اداوم ما اريد اكمل ماده. ضال الشهداء راحوا، شنو ذنبهم؟ هم غير راحوا من اجل المستقبل، غير راحوا من اجلنا. بين فتره وفتره نطلع نتظاهر ويا اخوتنا انسان يجون متظاهرين نترحم للشهداء. طبعا احنا طالبات بين فتره وفتره نجي نشعل الشموع، مو دائما لا مديره ويانا لا كاحد ويانا، احنا بوحدنا نجي. أخريات جلسنا في مكان آخر والمشهد يتكرر ترحما على أرواح الشهداء، إذ حتى الأطفال شاركوهم الحزن والألم. نساء أخريات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اجتمعنا على فكرة التجمع والخروج بمسيرة صامتة. وصلنا رسالة مهمة تتركز بأن الصمت هو الأبلغ تجاه ما يحصل لشباب العراق المطالب بحقه. احنا عن طريق التواصل الاجتماعي، طبعا احنا ما حد تعرف الثانية، عن طريق التواصل الاجتماعي قمنا حملة انه احنا نطلع نتجمع الساعة 9 في مكان ونتوجه الى ساحة الساعة اعتصاما تضامنا مع اخواننا المتظاهرين ووقفة حداد على ارواح الشهداء في محافظتي الناصرية والنجف الاشرف. رسالة بليغة ايضا ان الحكومة اكيد لازم تعرف، واحنا اكثر مطالبنا ان الحكومة لازم تعرف هذا الشيء ولازم تتحرك ولازم تسوي لنا نتيجة. تظاهرات صامتة على حدادا على الشهداء اللي راحت بالناصرية وراحت بالنجف وراحت بكل محافظات العراق. احنا النساء ان دورنا ولازم نقوم به، لازم نوصل صوتنا لجميع الدول جميع المحافظات. هاي النساء العراقية ما راح تسكت، المرأة لها دور ولازم تقوم به، لازم ما نسكت. او حتى اللي النساء اللي ما قدروا يطلعون دا يسوون حملات استغفار وحملات قراءة قرآن على ارواح الشهداء. اغلب من تواجد ارتدى السواد حدادا على ارواح الشهداء مع مطالبة الحكومة باجراء اصلاحاتها ووقف نزيف الدم. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.